السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس نقوم بشرح كيفية إضافة مالك القطعة الأرضية على برنامج AutoCAD Civil 3D. لدينا هذا المثال الذي سنقوم بالشرح عليه. نلاحظ أن الصيلات الخاصة بالمساحة أو القطعة الأرضية يوجد بها رقم القطعة ومساحتها فقط. الآن نأتي إلى Settings Parcel User Defined Property Classifications. نأتي إلى هنا Unclassified، كليك يمين New، نقوم هنا بإضافة مثلا Owner، أوكي Owner، أوكي أوكي أوكي. الآن لو نأتي إلى تغيير الصيد الخاص بهذه البارسل أو نأتي إلى Parcel Properties، نلاحظ تم إضافة كلمة Owner. أوكي أوكي. الآن مثلا نقوم بتسمية مالك هذه الأرضية مثلا خالد الثاني، مثلا علي، مثلا هنا حمزة، إلى غير ذلك. أوكي أوكي. لو نأتي إلى هنا Parcel Properties، نلاحظ الاسم هنا. نأتي إلى هذه Properties، علي، هذه خالد. الآن نود إظهار ملك الأرض على القطعة الأرضية أو الصيد الخاص بالقطعة الأرضية. كل ما علينا القيام به هو ما يلي: كليك يمين، نختار أولا البارسل، كليك يمين Edit Area Selection Label Style، أوكي. نأتي إلى الكونتنت، نضغط هنا، نقوم بكتابة Owner، أوكي. نأتي إلى هنا، نجد كلمة Owner التي قمنا بإضافتها منذ قليل. Owner، نضغط إلى هذا السهم، نقوم بتغيير الكتابة، مثلا أريول، أريول، أوكي، أوكي، أوكي. نلاحظ تم إظهار الكتابات على الليبلز، أوكي، هنا وهنا. ونلاحظ التي لم يتم إضافة ملك الأرض عليها لم يتم إظهاره، أوكي، أوكي، أوكي. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا عني بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.